Hello everybody, welcome back in a new episode of your program مدرسة على الهواء. أعزائي طلابي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء مادة اللغة الإنجليزية. The last episode we have started unit 5 بعنوان in town، في المدينة. في المدينة كانت بتبتدي بهي conversation time، يعني وقت المحادثة، وكانت between Kamal and someone اللي هو بيتكلموا على what's the weather like today، عن ال condition of the weather يعني حالة الجو. وخدنا طبعا اللي هي ال conditions of the weather اللي هو حالات الجو، وبعض ال vocab، وعملنا analysis اللي هي تحليلات على ال conversation time، وكان في ال word time في بعض الكلمات اللي قلنا في collocation، بعض ال verbs اللي مرتبطة بكلمة زي have a haircut، وبعض وكلمة have a flu يعني لديها influenza etc. Today we are gonna have اللي هي reading time concerning بخصوص برضو اللي هي unit 5 بعنوان اللي هي في المدينة. بس في reading time في passage عندنا في كتاب المدرسة قطعة، وبتكون عبارة عن ايميل، عن اللي هو ايميل، او بتكون موجودة عبارة برضو عن اللي هو letter. فأول حاجة هنبتدي بال conversation time، هي وقت المحادثة، ونشوف اللي هو جايب لي ايه. أول حاجة عندي dear I am 13 dear Sarah. طبعا احنا عارفين خدنا قبل كده how to write a letter or how to write an email. dear I am 13 years old and I have a big problem. أنا عندي مشكلة كبيرة. My little brother is a pest، اللي هو أخويا is a pest، pest يعني مزعج. He follows me all the time، هو بيتبعني طول الوقت. He always bothers me and my friends. Bother غير brother. Brother احنا قلنا brother الاولانيه اللي هي اخ، وكلمه bother يعني يزعج، وقلنا he always او always اللي هي دائما، وبعدها الفيرب في اس عشان انا بتكلم على حاجه singular اللي هي مفرد، فعشان كده انا ضفت we add s، وضفنا s اللي هو قلنا bothers me and my friends اللي هو بيزعجني ويزعج اصحابي. He goes into my room يعني بيدخل الأوضة بتاعتي. And takes my thanks اللي هو بيأخذ أشيائي without asking، من غير طلب الاستئذان. Asking يعني ask يعني يطلب أو يستأذن يعني. My mom tells me to be patient، ماما بتقول لي أو تخبرني to be patient اللي أنا أكون صبورة. كلمة patient يا أولاد لها معنيين، اللي هي equal ill person اللي هو شخص مريض، او ما لها معنى تاني اللي هي patient يعني صبور. تمام، يبقى for example اقول لك the doctor مثلا اللي هو observe او checks يعني بيفحص ال patients اللي هي المرضى، هي equal ال people. لكن كلمة اقول لك be patient يعني خليك صبور، في فرق بين الاثنين. فعشان كده بتقول my mom tells me to be patient، ماما بتقول لي خليكي صبورة. Because I am older، عشان انا اكبر. It isn't fair، ده مش عدل. What can I do؟ كلمة fair يا ولاد يعني لها كذا معنى. fair بمعنى أشقر للشعر، يعني for example لو احنا شايفين حد مثلا foreigner أو أي حد عنده شعر أشقر أو فاتح، ما نقولش عليه yellow، ما ينفعش نقول على الشعر yellow hair، نقول عليه fair hair. fair hair يعني شعر فاتح أو أشقر، زي blonde كده equal blonde اللي هو اصفر بس فاتح شوية. وفير معناها عدل، هي هنا بتقول it isn't fair، ليس من العدل. وكلمة fair برضو اما تيجي تروح تعمل تكون في عملية ابرجنس اللي هي شراء او بيع، فانت مثلا بتسأل شخص ما عن ثمن الحاجة، فثمن الحاجة expensive، بيقول لي مثلا it is to 200، مثلا بشتري مثلا تي شيرت قال لي it is 300 pounds، فانا بقول it isn't fair، ده مش عدل يعني، او ليس يستحق، بتساوي برضو كلمة it isn't worth يعني ليس يستحق. وكلمة fair بمعنى ملاهي، الملاهي for example اقول لك on holidays احنا في الاجازة we go to the fair، احنا بنروح الفير اللي هي الملاهي. وفير لها اسم تاني اللي هي معرض الكتاب، نقول book fair يعني معرض الكتاب. يبقى قلنا لها كذا حاجة، fair معناها بأشقر او فاتح للشعر، وفير معناها عدل، وفير ممكن اللي هي بنستخدمها في الابرجنس اللي هي عملية الشراء او الفصال.
وفير بمعنى الملاهي. فهنا هي في concerning our letter اللي هي بخصوص الخطاب بتاعتنا، فهي بتقول it isn't fair، ليس عدل. what can I do؟ فبتسألها على النصيحة، فممكن تقول what should I do أو what can I do. okay، فهي بتقول لها، بتطلب منها ask her helping، يعني بتسألها عن المساعدة أو النصيحة اللي هي تحل to solve this problem أو تحل المشكلة دي. نشوف بعد كده هو جايب لي ايه. اوكي، ردت عليها قالت لها dear crazy your little brother اخوكي loves you very much. ده طبعا الريبلاي اللي هي الانسر اللي هي بترد عليها dear crazy، يعني عزيزتي المجنونه، مش قصدها يعني مجنونه، هي بتقول as a joke كده، يعني كفاني كان فاني نيم. فبتقول لها your little brother اخوكي loves you very much، بيحبك and wants you your attention، يعني عايز انتباهك. اوكي، يعني to pay attention for him، يعني تدي له بعض الانتباه او الاهتمام. for example، هو في بعض الاشخاص كده بتعمل يعني ممكن بعض المشاكل عشان تلفت النظر، فهو عايز يبقى زيها او بيقلدها او عايز اهتمامها. فهي فهمت اللي هي صديقتها ده، فبتقول لها he wants your attention، يعني عايز الانتباه. وكلمة attention احنا خدناها قبل كده، اقول لك pay attention يعني انتبه معايا، واحنا بنقولها دايما في الرولز في الكلاس، في الكلاس روم اقول لك pay attention يعني خليك من ايه، خليك منتبه. spend time with them يعني spend يعني يقضي، spend تيجي مع كذا حاجة، ممكن spend money و spend free time و spend holiday، يعني أنا ممكن معايا فلوس فبقول بنفق الفلوس في شراء كذا، أقول I spend money for مثلا I spend money for shopping أو on shopping، يعني أنا يعني بصرف فلوسي في التسوق. for example حاجة تانية نقول I spend my holiday on Alex ان اليكس، يعني انا بقضي الاجازه، يقضي العطله او وقت الفراغ او الاجازه اسمها spend. اوكي، هنا spend يعني يقضي، بتجمع التايم ممكن مع الهوليداي والويكند. اوكي، فهنا spend time with them يعني اقضي وقت معاه. tell him he can use your thanks، قولي له اللي انت تقدر تستخدم الحاجات بتاعتك. but he has to ask first، لازم طبعا اللي هو ياخد يسأل الأول أو ياخد permission تصريح لاستخدام ده، to ask first يعني يطلب منها الأول، ما ياخدش الحاجة without ايه، من غير without asking أو without اللي هو permission من غير تصريح. help him find some friends، ساعدي اللي هو يجد بعض الأصدقاء. and don't forget، ما تنسيش he will grow up، يعني هو اكيد هيكبر، يعني هو دلوقتي لسه صغير وهو اكيد هيكبر، الحاجات ديت بتدل على اللي هو لسه صغير. لاحظوا يا جماعه اللي انا هنا بتقول لها tell him he can use thanks، هنا tell جبنا الامبيراتيف الامر، يعني خدنا صيغه الامر بتيجي الفيرب من غير ما احط له الفاعل، هنا بتستخدم كنصيحه مش بتامرها، بتقول لها tell him، ما قالتلهاش you tell him، tell him على طول. وهنا في حاجه تانيه help him يعني ساعديه، هنا جت كطريقه الادفايس الامبيراتيف الامر، بنيجي الفيرب من غير الفيرب، يعني الحاجه اللي انت بتعملها من غير السبجكت اللي هو الفاعل. بعد كده عندي الورد تايم الكلمات، اول كلمه كلمه past، شايفين الولد ده نوتي، نوتي بوي، احنا شايفين البيكتشر بتاعتي واضحه اللي هو الولد نوتي شويه، بنقول هي از ا past، هي از ا past، خلينا كده واحنا بننطق عشان في فرق بين past و past. past اللي هي بالبي فور بوك اللي هي معناها يفعل قصارى جهد، فور اكزامبل او الافضل، كلمه بست اللي هي بالبي فور بوك اللي هي البي اللي احنا بنسميها خفيفه اللي هي، بس هي المفروض طبعا بتكون اسمها بي فور بوك. بست فور اكزامبل نقول مثلا خالد از ذا بست بوي، يعني الولد الافضل. اوكي، از ذا بست بوي ان ذا كلاس، كده انا بستخدم حاجه اسمها سبيرتيف، يعني المقارنه بين وان وايه وجروب، فقلت ذا بست الافضل. في حاجه ثانيه بنقول لك دو يور بست تو باس ذا اكزام، اعمل قصارى جهدك او كل ما في وسعك عشان تنجح في الامتحان، اسمها do your best، يفعل قصارى جهده. لكن كلمة past
بالبي فور بان اللي هي احنا بنسميها بي تقيلة، لكن هي اسمها بي فور بان اللي هي البي البي اللي بنبتدي بيها كلمة بان، بمعنى بي باست يعني شخص مزعج، او يعني هو هي اولويز نوتي، هو على طول هي از اولويز نوتي يعني شقي شوي. كلمة باذر براذر، قلنا باذر زي ما احنا شايفين الولد او الجيرل، نقول شي از ا باست باست شي باذرز هير فاذر، يعني هي بتزعج باباها bother. اوكي تل يعني يخبر، وتل بتيجي مع دايما مع يخبر، نقول خبر او نقول حقيقة او نخبر شخص ما بحاجة، بتيجي اسمها tell the news، نقول مثلا the presenter اللي هو المذيع tells us the news اللي هي news الاخبار، بيقول لنا الاخبار. اوكي for example اقول لك always tell the truth، قول على طول قول الايه الحقيقه. tell don't tell anyone about my secret، عن السر بتاعي مثلا، يبقى tell يعني يخبر شخص ما على خبر، او يقول له على حاجه على لسان شخص تاني. اوكي بعد كده كلمه fair، وقلنا it isn't fair ليس من العدل، وشرحناها هي بمعنى ايه. كلمه patient، شايفين البنت calm down هاديه خالص، نقول patient يعني هادئ او صبور. كلمة crazy مش معناها يا اولاد اللي هو crazy اللي هو مجنون، يعني crazy دايما بتتقال اللي هو شخص بيعمل حركات جنونية شوية، لكن مش تعبان، مش مخه يعني مريض يعني. لا crazy for example لو انت شايف واحد زميلك شقي جدا وبيعمل مثلا مقالب فيك، او max tricks بيعمل tricks او خدع كتير، فنقول he is crazy he is a crazy. تمام. لكن كلمة mad يعني بنسميها sorry في الكلمة، يعني عبيط يعني تعبان، ده اللي اسمه mad يعني هو مريض عنده مرض عقلي. لكن كلمة crazy someone who makes tracks او who makes مثلا adventures اللي هو بيعمل مغامرات، او مثلا makes jokes بيعمل نكات كتير، او tells us the jokes، يبقى اسمه crazy يعني. عشان كده بتقول لها dear crazy، مش قصدها يعني اللي هي تشتمها، لا ده بتقول لها اللي انت شقية مثلا. اوكي بعد كده spend time، وقلنا spend time spend من الفيربس اللي هي irregular يعني غير منتظمة، بتكون spent تبقى spent زي send sent build built، يبقى دي اسمها verbs أفعال غير منتظمة يعني irregular. وعشان كده لو أنا عايزة أستخدمها في past tense في زمن الماضي البسيط، نقول مثلا we spent the last holiday at the park مثلا، spent يعني احنا قضينا الوقت او الاجازه بتاعتنا في البارك الحديقه. كلمه spend لو انا عايزه مثلا نتكلم على حاجه عاده، انا متعود مثلا ان انا نقضي الاجازه عند تيتا مثلا، نقول I مثلا always spend time or my holiday at grandpa's villa. اوكي بس spend بتيجي مع time أو money أو holiday أو weekend. كلمة grow up، grow لوحدها يعني يزرع، without اللي هي من غير ال preposition من غير حرف الجر up معناها يزرع. for example نقول لك مثلا the farmer grows plants، يعني الفلاح بيزرع النباتات، grow تبقى grows وتبقى في الماضي grew، شلنا ال O وحطينا ال E. لكن لو انا حطيت لها حرف الجر اب، grow up يعني ينمو او يكبر، هو فهنا فبتقول لها ما تنسيش don't forget he will grow up يعني هو ايه هيكبر. كلمة grow up يعني يكبر، فاخدناها كلمة دالة على ال future by using gone to، باستخدام gone to. اقول لك when I grow up لما اكبر I am going to be مثلا a doctor، يبقى كلمة بتدل على ال future sample اللي هو by using اللي هو going to. okay يبقى كلمة grow up لو جت معاها preposition حرف الجر up بيختلف معناها من كلمة grow لوحدها يعني ينمو. واحنا شايفين مراحل النمو قدامنا بيبي، بعدين تشايلد، بعدين مثلا اللي هو تينيجر، بعدين ادل. كلمة attention شايفين الولد في الكلاس attention يعني pay attention يعني او pays attention يعني منتبه للتيتشر. كلمة without هنا كلمة with يا جماعة يعني مع، وout يعني خارج،
Okay. For example, أقول لك I play with Sarah. أنا بلعب مع سارة. أو I play football with my friends. For example, حاجة تانية أقول لك I go out أو I am going to go out in the in the evening. هنا كلمة out go دايما كلمة out مثلا لو أنت عامل حاجة fault مثلا أو خاطئة فبيقول لك teacher go out goes out أو اخرج go out. كلمة out دايما تدي اللي أنت خارج المكان وكلمة with يعني مع. For example أقول لك the teacher writes with chalk بيكتب مثلا أو with red board يعني يكتب بيه. I play with مثلا my friends كده مع. لكن لو جت مع بعض without يعني بدون يعني إيه بدون ودايما يجي وراها ال verb plus ing أو ال noun الاسم. لو احنا خدنا example مثلا هي من شوية بتقول لها he takes our things without asking. without وان asking فيها ال ing بحاجة اسمها gerund يعني verb plus ing تمام كده قلنا without asking. لو احنا عندنا البيكتشر الموجودة الصورة ديت وعايزين نعمل جملة عليه الصورة بتاعت الشجرة ديت الشجرة من غير ورق فنقولها ازاي the tree is without leaves يعني من غير ايه من غير ورق. كلمة الورق الشجر leaves دي ده نوع اسم فيبقى لازم نعرف ان كلمة without بدون لازم يجي وراها ال verb plus ing او الاسم اللي هو اي اسم اي noun مثلا. اوكي بعد كده عندي ال verbs الفيربات واحنا عارفين اللي هو الزمن الرئيسي عندي ال present ال past simple الماضي البسيط. كلمة bother ده فعل regular يعني منتظم بيبقى في ال past بيبقى bothered يعني أزعجة وحطينا لها الـ ED. بعد كده عندي find ده فعل irregular يعني غير منتظم بيتغير شكله. find found for example I make friends أو I find my friends مثلا أو I find myself in مثلا with playing with my friends. كلمة I found some money in the morning يعني found يعني يجد أو وجد يبقى كلمة find بتبقى found for past simple. بعد كده عندي spend قلنا بتتغير ل spent. grow بتبقى grew grew up grow grew. have a problem قلنا كلمة have أو verb to have بيجي مع كذا حاجة يا أولاد. have بتيجي مع الميلز قلناها اكتر من مره وبنذكركم دايما نذكركم remind you with this عشان دايما بتيجي في الاكزام في الاندرلاين في التشوز اللي هو الاختياري. verb have بيجي مع كل حاجه بتتاكل وتتشرب. verb have بتيجي مع have a shower. verb have بتيجي مع have a haircut خدناها في اللي هي visiting a film studio. have a haircut يعني يقص شعره او يعمل قصه for example قصة شعر. كلمة have a problem يعني لديه مشكلة وطبعا بتتغير مع I و they و we و you ناخد have لكن مع he و she و it أو أي حاجة singular ناخد has. for example نقول this boy ده ولد sorry ولد مفرد نقول has a problem. has a problem يعني لديه مشكلة تمام. لكن لو أنا بقول أنا لدي مشكلة نقول I have a problem. okay يبقى I و they و we و you تيجي معاها have ومعاها كلمة problem واي حاجه جامعة لكن هي وشو انت بتيجي معاها هاس. بعد كده تيزنت فير شايفين البنت كده متعصبه شويه او نيرفس فبتقول تيزنت فير يعني ليس من الايه من العدل. what can I do مثلا حد بيقول لي I have an I'll مثلا I'll have a test tomorrow أو I am going to have a test tomorrow what can I do بتنصحيني بإيه يعني أقول لك مثلا study well يعني ذاكر كويس. هنا ال opposite الكلمة وعكسها عند with يعني be. لو أنا قلت الأولانية شايفين الشجرة ديت green خضرة فهنقول مثلا The tree is with leaves يعني بأشجار بورق شجر لكن الثانية without leaves يعني من غير ورق. كلمة sending هناخد sending الايميل ازاي بنعمل ايميل بقى شايفين الشكل يا اولاد الايميل عندي بيكون غير الليتر خالص ادي الشكل بتاعي to واسم المرسل اليه وفروم واسم المرسل والسبجكت اللي هي الموضوع اللي انت هتكتب عنه تمام. ادي الشكل ده اللي عندي
to وfrom والسبجكت لازم تكتبه كده من على اليمين عادي to وfrom والسبجكت. For example اقول لك write an email to your friend مثلا علي telling him about your last summer holiday، هتقول له عن الأجازة بتاعتك اللي فاتت. Your name is سامح، اسمك سامح. بس كده هتقول له، يبقى احنا اول حاجة هتقول to علي، لمين؟ لعلي. from من سامح، السبجكت my last holiday اللي هي الاجازة السابقة بتاعتي. هاي هتقول له هاي ايه؟ هاي كان اسمه هاي علي، هنا احنا كاتبين هاي كريم لكن هتقول له هاي علي. في السطور اول سطر يا جماعة تكتب how are you، how about your family. الجريتنج يعني ايه الجريتنج؟ يعني انت واحد يعني مش هتدخل في الموضوع على طول، لازم تسأله على صحته، عن عيلته، ازيك بالعربي بتاعتنا هنقول how are you، how about your family، I miss you، I am very happy، I am very pleased to write to you، انا مبسوط اللي انا بكتب لك. هتكتب الجملة الاولانية وبعدين تدخل في الموضوع بتاعك. انا مثلا اتكلم عن اللاست هوليداي بتاعتك الاجازة السابقة، فانت هتكتب مثلا last week او last holiday I went to Alex، انا رحت Alex، I went to the beach with my family، I spent نستخدم الفيربات اللي احنا خدناها، I spent time in swimming، انا قضيت الوقت في السباحة. I saw the boat، انا شفت البوت، they sailed in the sea، كانوا بيبحروا في البحر. We played او I played volleyball with my friends، انا لعبت كرة طايرة مع اصحابي. We had a nice time، احنا قضينا وقت لطيف. ده القطعة او الباراجراف، او لو انت هتكتب باراجراف بتكتبه بطريقة دي، مثلا تكتب جمل عادية، لكن لو انت هتكتب الايميل زي ما قلنا to وfrom والسبجكت، وتكتب الجريتي هاي واسم الشخص اللي انت هتبعت له والجريتنج، وتكتب الموضوع عنك ما تقلش عن 6 أو 6 sentence، وفي الاخر تكتب السيجنيتشر كلمة yours او best wishes او see you soon اي حاجة من دي، وتكتب اسم المعلومة. طبعا هو ما تكتبش حاجة عنك خالص، هو جايب لك كل حاجة، اسم الشخص اللي هتبعت له واسمك انت، تمام، لكن مش اسمك الشخصي كده. الايميل نشوف بعد كده ايه. practice time هندخل تمرينات بقى، ندخل على how often. يا جماعة how often مهمة، احنا خدنا عليه how، قلنا how long ask about periods او بتسأل عن الفترات او ال hours الساعة او ال days او ال week او ال month اللي هي الفترة. اوكي اقول لك how long did you stay in Alex، يعني كم الفترة اللي انت قضيتها في Alex. هتقول I stayed for 2 weeks أو 2 days أو 2 hours أو 2 months، أي زمن المدة اللي أنت قضيتها دي how long. أوكي خدناها قبل كده. النهاردة اسمها how often ask about times، بتسأل عن عدد المرات أو numbers of time اللي هو عدد المرات اللي، أو ممكن بتسأل عن حاجة اسمها frequency adverbs، يعني زي يعني frequency adverbs وخدناها قبل كده وشرحناها، زي always و often و sometimes و usually و never، دي كلها اسمها frequency adverbs يعني أفعال التكرار. يعني أنا بسألك مثلا how often do you go to school، كم مرة أنت بتروح المدرسة، أنا سألتك بدو فعشان كده هتجاوب بالمضارع البسيط، هتقول I always go to school، أنا دائما بروح المدرسة، أو ممكن تقول I go to school 5 times a week يعني لمدة 5 مرات. how often بتسأل عن عدد المرات، ومن أول كلمة once مرة واحدة و twice مرتين، وبعدين بقى أنت بتكتب الرقم وجنبها times. الوقت عدى على طول، وأتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهاردة، وانتظرونا next Tuesday from 3 to 3:30. thank you and goodbye.